تعثر الاستقبال الإلكتروني بقطاع العدل للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الوزير، السيدة الرئيسة، السادة النواب المحترمين. قطعت وزارة العدل أشواط مهمة في تنزيل مشروع رقمنة المحاكم في إطار مخطط التحول الرقمي لتحسين ولوج الخدمات القضائية العمومية وتبسيط المساطر والإجراءات، خاصة في ظل ظروف الإجراءات الاحترازية والوقائية لكوفيد 19 وفرض إجبارية جواز التلقيح الصحي. والحال أن التجربة أثبتت أن التحول الرقمي للعدالة لا يقتصر على تنزيل التكنولوجيات داخل المؤسسات العمومية فحسب، وإنما يجب أن يمتد إلى طريقة تطبيقها وأسلوب توظيفها وإلى ضرورة تتبع فعاليتها بالنظر لظهور مجموعة من الإكراهات والصعوبات التقنية ونظرا لتشعب هذه الأعطال وانعكاساتها السلبية على الأداء المهني للمحامين وباقي المرتفقين، فإننا نسائلكم سيد الوزير عن الإجراءات المتخذة للقطع مع هذه الأعطال التقنية في أفق تحقيق رهان رقمنا العدالة الرقمنة. شكرا. شكرا السيد النائب، والجواب للسيد الوزير المحترم. السيد النائب المحترم، كيفاش غادي ندير المصالحة بين الرقمنة ووزارة العدل؟ لا هو الإشكال اللي عندي، كيفاش يمكن يشتغل وزارة العدل بالرقمنة وخاصة كاينة أسرار، كاينة وثائق، كاينة مذكرات، كاين أطراف متعددة، كاين المحامون، كاين القضاة، كاين الخبراء، كاين المفوض القضائيون، كاين هادشي كله كيتطلب واحد العمل واحد الجهد. حنا الان وانا لقيت واحد القضيه، راه وزاره العدل هي من الوزارات المتاخره في مجال الرقمنه او المتشتته في منتوجات الرقمنه. كل محامي يدير البرنامج ديالو، كل اداره داخل الوزاره دايره برنامج ديالها، كل محكمه دايره برنامج ديالها، كاين ساج 1 ساج 2 واحد. الان كنحاولوا نجمع هادشي كله باش حنا في الوزاره اقترحنا انه بالنسبه للمحامين حنا نديروا لهم منصه باش يدخلوا ليها، ولكن خصك تجيبهم للمنصه، معناها خصك دير قوانين اللي تضبط هذه المساله. دابا درنا المسطره المدنيه، درنا المسطره الجنائيه، انتهينا منهم، دابا كنديروا قانون الرقمنه للاجراءات المدنيه والجنائيه. لان بحال تصيفط واحد المذكره مثلا في الاورديناتور عن طريق الانترنت لشي قضيه، خصو يكون عنده السند القانوني باش يقبلها وباش تعطيها المركز القانوني ديالها، ماشي غير تصيفط عليه وجده ويديرها في الميل، فهم كلوش وبغى يعطيها، وكيفاش غادي يعطيها؟ هذه المسائل كلها كتطلب. قلنا إذا درناها في المسطرة صعيب تغيرها كل مرة، وهذا الشيء ديال الرقمنة كيمشي بسرعة، قلنا نديروا لها واحد القانون خاص بها، درنا مدونة الرقمنة للإجراءات الجنائية، جمعنا فيها دابا كملناها وغادي نجيبوها مع قانون المسطرة الجنائية، وفي نفس الوقت حنا كنشتغلوا على منصات بين المهندسين كيجتمعوا مع كما قلت لكم وزارة الانتقال الرقمي، وكيشتغلوا باش يديروا هذه المنصات هذه المتعددة باش يتعاملوا معها. دابا الآن داروا في الدار البيضاء واحد المنصة ديال المحامين، جاوا المحامين كيحتجوا تيقول لي كاينة أشياء ما كنا معاه، هادشي خصو يكون نوع من التشارك من الاطراف الجميع، ولا وفرنا مغاربه العالم غادي نوفروا لهم هذه الامكانيات، المحامون غنسهل لهم العمليه الذهاب والاياب للمحاكم غادي تقلل، والقاضي حتى هو تكون عنده الوسائل كلها ديال هذا عمل كيحتاج واحد سنوات ولكن حنا بدينا فيه الان وغنمشيو فيه بعيد، وكنتمنى انه في القارب ان شاء الله غادي نكونوا قد حسمنا هذا الموضوع هذا. شكرا. شكرا سيد الوزير. الان تعقيب للسيد النائب. ما دام الامر يتعلق بتكريس الاستقلاليه المؤسساتيه للسلطه القضائيه وضمان المحاكمه العادله وسياده القانون وحمايه الحقوق والحريات الاساسيه وتعزيز دوله القانون والمؤسسات، باعتبار هذا الاصلاح يدخل في صلب المشروع المجتمعي الذي دعا اليه جلاله الملك في اكثر من مناسبه، بما يضمن تحسين الخدمات العموميه من خلال تسهيل الاداره القضائيه وضمان تاقلمها مع الاكراهات والصعوبات المطروحه بما فيها تحديد الأمن الصحي بأبعادها الهيكلية والتنظيمية والتدبيرية والرقمية. إن إصلاح القضاء يجب أن يواكب التطور الذي يعرفه المجتمع ويستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين ويساهم وينسجم مع ميثاق إصلاح منظومة العدالة بما في ذلك العمل على تسريع وتيرة رقمنة كافة مسارات الخدمات العمومية المرتبطة بالقضاء بالنظر لآثارها المباشر على أنماط التدبير الجيد وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وذلك بهدف تجويد الخدمات المعلوماتية وتطوير منظومتها وآلياتها
بشكل يكفل للمرتفقين ممارسة حقهم الدستوري في المعلومة القضائية وما يتفرع عنها من إجراءات مع الحرص على ضمان استمرار هذه الخدمة العمومية دون حجب ولا انقطاع قد يؤثر سلبا على مراكز وحقوق المرتفقين. سيد الوزير، إن تعزيز الديمقراطية التشاركية وتوسيع نطاقها باعتبارها إحدى الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري للبلاد لا يمكن أن يتحقق إلا بحرص الحكومة على إعماله في مختلف القضايا والإشكالات. شكرا سيد نائب محترم. هل هناك من تعقيب في إطار التعقيبات الإضافية من أي فريق؟ فريق الاستقلالي. السيدة الرئيسة، السيدة الوزيرة، السيد الوزير المحترم، كنشكركم على هذا التوضيح المهم. الاستقبال الرقمي هو مهم ومهم جدا السيد الوزير، حتى يمكن المواطنين من الولوج إلى حقوقهم وكذلك من الولوج إلى المعلومة. ولكن في ضوء غياب بعض المحاكم في بعض الجهات تيكون هاد الولوج صعيب شي شويه. مثلا جهه بني ملال خنيفره تغيب فيها محكمه اداريه وكذلك محكمه تجاريه، وهي يمكن الجهه الوحيده ولا من الجهات القلال اللي في المغرب تغيب فيها هاد المحاكم. دونك تيضطروا المواطنين يمشيوا لمراكش بالنسبه للمحكمه التجاريه ولا يجيوا للدار البيضاء بالنسبه للمحكمه الاداريه. تنطلبوا منكم السيد الوزير اعطاء الاولويه لهذه المناطق حتى تتمكن من ان تستفيد. شكرا السيده النائبه. السيد الوزير، انا متفق معك، تكون محكمه اداريه وتجاريه في بني ملال، ما يمكنش ما تكونش في بني ملال. ما بقاش نحسبوا شحال عدد الملفات، شحال عدد المتقاطعين، هذا الحساب راه ما خارجش. هذا الشيء مرتبط بالمواطن ستوفر له. ما كنفهمش انا. الان درنا ذوك الاقسام المتخصصه رغم انني غير مقتنع بها. وين نديروا محكمه؟ نديروا محكمه على الاقل على مستوى كل جهه. كل جهه نديروا على مستوى محكمه ابتدائيه واداريه وثلاثه الجهات نديروا محكمه استئناف. كاين هذا النقاش هذا. انا بغيت نقول لكم بان المحاكم الجايه الا ما كانتش فيها وسائل التواصل نتاع هذا الشيء ديال الانترنت راه ماشي محاكم. راه ما يمكنش مستقبلا تخيل ان غتكون شي محكمه وما فيهاش الوسائل العلميه الحديثه بني حتى تعيا. صافي انا نعطيكم واحد المثال، كتعرف شحال كنخسروا الفلوس باش نديروا الحفظ، بينما الحفظ يمكن نديروا في واحد السيدي وتجمع كلشي المحكمه كلها. حنا كنديروا بعض الاشياء حنا بولتناها ودابا كنسيروها. دابا الحفظ كنبقاو نبنيو 20 30 مليون درهم باش نبنيو المكان ديال الحفظ، ثم كنبدلوه لانه تيعمر. لمدة شي غير سكاني وانتهى الموضوع، وكاع ديروا برنامج ب 10 مليون ديال الدرهم وغينتهى الموضوع. بدينا في هذه العمليه هذه من المحكمه الاداريه ضربات المحكمه التجاريه، هي النموذج البيلوت اللي خدينا الان باش تكون في هذا المجال هذا. راه ما يمكن، راه المستقبل ديال القضاء والعداله في المغرب هي الرقمنه. الرقمنه غادي تسهل دخول المواطنين الى عالم القضاء وعدم العداله. الرقمنه غادي تقلص ب 90% هذه العلاقات ديال الفساد اللي كتكون في علاقه المواطنين فيما بينهم. وسكو تعرفوا واحد القضيه. شكرا السيد الوزير.